حياكم الله إذا مشاهدينا مجددا. أحد الأركان الثابتة في كل عام في أيام الشارقة التراثية هو المقهى الثقافي، والذي يستضيف نخبة من المفكرين، نخبة من المبدعين للتباحث ربما أو إلقاء عدد كبير من المحاضرات حول الحفاظ على التراث، وتتناول كذلك أيضا جوانب حضارية عديدة. أحد هؤلاء المفكرين أو منهم نستضيف اليوم الروائي والشاعر الإماراتي الأستاذ علي بوريش. حياك الله أستاذ علي. يا مرحبا. الله يسلمك. يا هلا يا مرحبا بك أستاذ علي. طبعا أنت تشارك في المقهى الثقافي في أيام الشارقة التراثية بمحاضرة بعنوان زايد شخصية استثنائية. نعم. أنت من اختار موضوع المحاضرة؟ هم الجماعة طبعا هم اللي اختاروها، لكن طبعا احنا لا يمكن يعني ان نتعرض او ندخل الى نافذة التراث دون ان ناتي باسم المقولة الشيخ زايد. نعم. لان زايد ابن هذه البيئة التراثية التاريخية التي نعم. شكلت وجدان الانسان الاماراتي اساسا. صحيح. ماذا تناولت المحاضرة بالتحديد؟ هي تناول طبعا يعني بشكل عام وجدان هذه الشخصية العملاقة التي شكلت وجدان الإنسان الإماراتي. عندما نتحدث عن طبعا الشيخ زايد يعني نحن نقترب من المحيط، لأن الشيخ زايد فاض وأفاض على الإنسان الإماراتي بمعاني جميلة وجليلة ونبيلة أيضا، وقدم للإنسانية بشكل عام من أجمل الأوطان أساسا اللي هي الإمارات، التي تتمتع ببخور تراثها وعطر تاريخها أساسا. وهذا طبعا ما يجعلنا دائما يعني في أي محفل وفي أي مناسبة عندما نتحدث عن الإمارات يجب أن يكون الشيخ زايد حاضرا سامقا كنخلة الإمارات. صحيح. برأيك أستاذ علي كيف أثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله على الإنسان الإماراتي في مسألة حفظ وصون التراث؟ كيف تأثر الإنسان الإماراتي بشخصية زايد في ربما المحافظة على التراث والموروث الإماراتي بالصورة اللي نشاهدها اليوم؟ نعم، يعني رغم التطور الذي يعني شهدته دولة الإمارات على مستوى على جميع الأصعدة بالضبط. والمستويات، إلا أن يعني الشيخ زايد لم يترك شاردة ولا واردة في هذا التراث إلا ويدعو إلى المحافظة عليها، سواء كان التراث البحري أو التراث الصحراوي أو يعني التراث الجبلي ايضا، لم يترك شيء في 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 هذه يعني التفاصيل كثيره على تضاريس الامارات الا نعم. ويدعو الى المحافظه عليه، لانه يعني يؤمن ايمان تام بان الانسان الذي ليس له اول ليس له اخر اساسا. نعم. والحياه تتطور بالتراكم وليس بحق المراحل اساسا. وهذا ما كان يؤمن به الشيخ زايد. نعم نعم، رحمه الله عليه. اعتقد بان هناك ايضا معرض يصاحب أيام الشارقة التراثية حول هذا الموضوع، صحيح أستاذ علي؟ في معرض. نعم. نعم. ماذا يضم هذا المعرض؟ طبعا يضم كل مآثر و يعني وآثار المادية والمعنوية التي تركها يعني المغفور له على الساحة الإماراتية، وكانت في ماضينا هي طبعا مبعث حياتنا. نعم. والآن صحيح. والآن في حاضرتنا تشكل ذاكرتنا طبعا. نعم، هذا طبعا هو المعرض. هي الذي نعم. طبعا تتضمنه أيام أو تحتضنه أيام الشارقة التراثية، والذي يذكر أو كذلك يحتوي على ما تركه زايد من إرث وموروث مادي ولا مادي ربما، وكيف كذلك أيضا أثر في أبناء الإمارات الحقيقة في المحافظة على هذا التراث وعلى هذا الموروث وصونه. نعم. كذلك. نعم. نعم. أستاذ علي، خليني أنتقل إلى ربما نقطة أخرى فيما يخص صون وحفظ التراث. هناك الحقيقة أشكال متعددة لحفظ وصون التراث
اللامادي بالتحديد. نعم. لأن التراث المادي هو موجود الحقيقة، ويعني يتحدث عن نفسه، وهناك شواهد تاريخية عديدة. ربما الآن نحن في قلب الشارقة، هناك في هذه الساحة العديد من الشواهد التاريخية التي ما زالت شامخة وما زالت تتحدث عن نفسها. لكن التراث اللامادي الحقيقة يعني يتطلب مجهود كبير للحفاظ عليه. معرفة. هناك أشكال عديدة الحقيقة للحفاظ على هذا الموروث. الروائي قد يكون أحد الأشخاص المخولين للحفاظ على الموروث بطريقة أو بأخرى. كتبت أستاذ علي أول رواية إماراتية سنة 79، رواية الاعتراف، وتحدثت ربما عن علاقات المجتمع الإماراتي وطبيعة المجتمع الإماراتي. هل تعتبر بأن ذلك جزء من حفظ وصون الموروث اللامادي الإماراتي؟ طبعا إذا كنا نؤمن أن التراث هو هوية الإنسان أصلاً. نعم. وكما يقول الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو أن الهوية ليست معطى جاهز، وإنما هي تخلق كما تخلق الأعمال الفنية. وبالتالي يعني واجب، يعني ليس الأديب فقط، يعني كل إنسان تناط به مسؤولية التربية، عليه أن يعتبر التراث جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية أساسا. لأن لا يمكن إحنا مثلا يعني نعيش أو ننقطع عن تاريخ بأكمله. نعم. ونبدأ من الصفر، وهذه مشكلة الآن يعانيها الجيل الحاضر الآن طبعا. والحقيقة يجب أن نوجه دعوة لكل مسؤول على هذه الأرض. نعم. لأن التراث يجب أن يحافظ عليه، لأن الآن الجيل الحاضر الصراحة يعاني من جفاء عاطفي حقيقة. نعم. تجاه هذا التراث. وبالتالي أنا أتمنى أن تراثنا يعني يضمن ضمن مناهجنا التربوية، وأن يكون أطفالنا يعني ليس بس مجرد زوار لمتاحف. نعم. وإنما يعيشون هذه الحياة الحقيقية في دراساتهم المنهجية في مدارسهم وفي جامعاتهم وفي كلياتهم. هناك محاولات أستاذ علي، خلنا نقول أن هناك محاولات. هناك محاولات، لكن يجب أن تكون ممنهجة أساسا. نعم. وأن تكون منظمة، يعني ليست يعني إحنا لسنا في ترف تراثي، وإنما هي مطالب حياتية يجب أن نعيشها حقيقة. نعم. ولذلك أنا الواحد اليوم صراحة في هذه المدينة العامرة، يعني الواحد يصعد يعني يشعر يعني بالفرح، ونشكر صراحة القائمين على هذا المكان. نعم. اهتماء، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ سلطان محمد القاسم، يعني أبو مجلس الأعلى. أن يعني أنك تشعر أنك أنت يعني ما انقطعت عن تاريخك، أن ذاكرة ليست مثقوبة. نعم. وإنما هذه الذاكرة ذات وعاء نظيف و يعني ويشع ببريق المحافظة، وهذا شيء جيد حقيقة، نتمنى. نعم. أن يستمر يعني. نعم. أستاذ علي، أنا بس أذنك بنستعرض تقرير تريح فيه شوية. أوكي. تقريرنا التالي مشاهدينا حول أحد الحرف اليدوية القديمة وهي صناعة الفخار. خلونا نتابع هذا التقرير وبالتالي نستكمل حديثنا مع أستاذ علي بوريش. تمثل أيام الشارقة التراثية حدثاً حيوياً في التراث الثقافي الإماراتي والعالمي، بما توفره من مناخ مناسب لتعريف الأجيال بأصالة الماضي وتمكينهم من الاطلاع على الثقافات الأخرى. من هنا كان لسلطنة عمان مشاركة مميزة في أيام الشارقة التراثية في نسختها 16 من خلال صناعة الفخار، التي تعتبر واحدة من أقدم الصناعات التقليدية التي عرفها الإنسان منذ القدم، واستطاع من خلالها صناعة العديد من الأواني والأدوات المنزلية الهامة. ونتورث هذا الشغل من جد بعد جد، من أبانا من أجدادنا، والأولاد دربناهم على الشغلة بيشتغلوها، نشتغل أي حاجة، أي فخارية، من حصالات، من ملاد، من جحاد، من ماي، من تبريد ماي، من أي حاجة، من طبخ. مواد الصربوخ الطين نأخذها من الجبال الأحمر، ومن بطن الأرض الطينة بيضة اسمها المدر، بنذوبها بالماء ونمدها، خليها مدة أسبوع تقريبا، نسخلها بالتور النعم، خليها أسبوع تقريبا تجمد شوية، بنقص حاجات منها بدون نصنعهم.
رغم كونها من أقدم الحرف التي امتهنها الأجداد، تبقى صناعة الفخار عريقة راسخة في سجل الحضارات، ما جعل أيام الشارقة التراثية تولي اهتماماً بهذه الحرفة وتسلط الضوء عليها كرمز حضاري أصيل لا يمحوه الزمن. حياكم الله إذا مشاهدينا، حياك الله أستاذ علي مجددا. مرحبا، يا أهلا وسهلا. طبعا يمكن أنا تحدثت قبل التقرير عن دور الروائي كذلك الإماراتي في حفظ وصون التراث اللامادي وتضمينه للرواية الإماراتية. أنت ربما ضمنت أكثر من رواية هذا الموروث، أو حاولت إلقاء الضوء وتسليط الضوء على طبيعة علاقات المجتمع الإماراتي وبالتالي على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة. ذكرنا أول رواية الاعتراف، هناك أيضا رواية السيف والزهرة. السيف والزهرة، نعم. نعم. كيف تناولت ربما عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، علاقات المجتمع الإماراتي في هذه الروايات وفي هذه الرواية بالتحديد؟ هي طبعا ليس الهدف منها، طبعا بالذات رواية السيف والزهرة، ليس الهدف منها نقل يعني التراث الى من الماضي الى الحاضر، وانما طبعا وهذا مش دور الرواية اساسا، هو دور يعني إعادة صياغة لهذا الواقع. نعم. ومحاولة مناقشة هذا الواقع بصيغة يعني وضع الأسئلة اساسا. نعم. لان وترك الإجابة، المجال مفتوح، الباب مفتوح. نعم. لكل قارئ يفهم بما يريد ان يفهمه وان يصل الى اي نتيجة هو يصلها، لكن في النهاية انت لازلت في هذا المحيط، لم تخرج الى يعني الى خارج الدائره اساسا، وانما انت في وسط الدائره اساسا، وهذا هو المطلوب اساسا في اي عمل، لان في النهايه الروائي هو رافد من الروافد التي تحافظ على الهويه اساسا. صحيح. يعني هناك عده روافد، الشاعر له دور، والمفكر له دور، والباحث له دور، والمدرس له دور، وكل هؤلاء يصبون في بوتقه واحده وهي بوتقه المجتمع. نعم. والمحافظة على هذا يعني على هذه الذاكرة، ولا نقول التراث فقط. نعم. وأن نحافظ على الذاكرة بحيث ألا تبقى مجرد يعني وعاء مثقوب يعني لا يحتفظ بأي قيم وأي شيم إنسانية تعيش على. نعم. قد يكون الروائي موثق دون أن يقصد أستاذ علي. ما في شك. شاهدنا ربما يعني أو قرأنا روايات عديدة لحضارات مختلفة، وربما نعم. تعرفنا على هذه الحضارات وعلى موروث وتراث أو جزء خلنا نقول من موروث هذه الحضارات عن طريق روائيها يعني. ما في شك، ما في شك. أنت الآن لما تقرأ مثلا رواية الغاثيان لسارتر مثلا، هذه في يعني في القرن 19 او في وسطه تقريبا. نعم. انت الان وانت تقرا هذه الروايه تعرف ماذا جرى في هذا العصر بالضبط، من بتفاصيل دقيقه، بتفاصيل دقيقه وباسلوب يعني بلاغي جميل، ويعني غير انك انت تقرا في بحث او تقرير يختلف يعني. ومن نعم. هنا هذا هو دور الروايه، التشويق في نفس الوقت تقديم يعني الفكره للقارئ بشكل إبداعي مختلف عن التقريرية والمباشرة أساسا. صحيح. الآن ونحن نتحدث ربما عن الرواية والشعر وغيرها ويعني جمع التراث اللامادي، الآن نحن في قلب الشارقة وفي هذه الساحة الحقيقة أستاذ علي لا نشاهد فقط ربما شواهد تاريخية وفعاليات تراثية، لا، نحن نتوسط ربما مركز للفنون، يعني الحقيقة هناك يعني التقاء جميل بين التراث بشكله ربما في فعاليات أيام الشارقة التراثية، وهناك أيضا وجود للفن والفنون التاريخية. هناك ملتقى الشارقة للخط قريب جدا من هذه الساحة، هناك مؤسسة شارقة للفنون. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا التمازج، هذا التماهي ربما بين أشكال عديدة من الفنون التاريخية والحضارية والتراثية له دور كبير في التأثير حتى على الأجيال الجديدة عندما يزورون مثل هذه المناطق؟ هو في العموم يعني الفن يعني ليس له وطن أساساً. نعم. الفن هو وجود بشكل عام، يعني يحتوي الأزمنة والأمكنة بشكل عام. فعندما تجد أنت صنوف من الآداب والفنون العالمية في مكان واحد، هذا دليل يعني في فيلسوف اسمه ليفي شتراوس، هذا يتكلم يعني أن في النهاية يعني اللاشعور الجمعي لدى الأفراد يحمل كل الثقافات في بوتقة واحدة. يعني الشخص الواحد الآن
أنا أو أنت مثلا نحمل ثقافات مختلفة بدون ما نشعر فيها، لكن نمارسها بطريقة أو بأخرى. ولذلك يعني الفن هو محفظة في النهاية، والمحفظة هاي تحفظ كل شيء. أفكر؟ هل الشخص المثقف فقط هو من يحمل ربما حضارات مختلفة، أو كل الأشخاص أو كل البشر؟ لا، مش بالضرورة. يعني بالعكس، يعني آبائنا ما تعلموا، لكن عرفوا عن ثقافة الهند، عن ثقافة زنجبار، وعن ثقافة الدول الأفريقية الأخرى وغيرها. فهي يعني هذه ما لها علاقة بالثقافة، هي لها يعني في النهاية علاقة بوجودية الإنسان، يعني بوحدة الوجود بين البشر أساسا. هي التي تؤدي لأنك أنت بسرعة تستوعب ثقافة الآخرين من غير ما تدري. مثلا الآن احنا مثلا في الإمارات، هذا المجتمع الفسيفسائي، هذا المجتمع في كل منظمات الحياة البشرية، في يعني نعرف نتعامل مع الهندي، مع الباكستاني، مع الإنجليزي، مع الأمريكي، مع كل العالم. ليش؟ مجتمع مفتوح، مجتمع يؤمن بوحدة الوجود، مجتمع ما عنده عقد من الآخر، يحترم الثقافات الأخرى. وبالتالي هذه اساسا يعني سر يعني وجود الحضارات واستمراريتها. عندما تنطلق للاخر بمحبه لا تفنرها، عندما تنغلق وتكمن الكراهيه والحقد تتلاشى وتنتهي الى لا شيء. نعم، جميل جدا. مشاريعك الجديده استاذ علي، هل هناك مشاريع جديده فيما يتعلق بالروايه؟ انا عندي ان شاء الله في معرض ابو ظبي الكتاب في روايه جديده باسم ظبيه الجواء، واتمنى ان شاء الله يعني الظروف تسمح انها يعني تبرز وتكون موجوده في المعرض. اضافه طبعا الى عندي ثلاث كتب اخرى في دار مداد. نعم. اثنين، واحد عن حقيقه الارهاب، والثاني الحريه خارج الحريه، والثالث كتاب عن مناقشة لكتاب السعادة الإيجابية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نعم. كل التوفيق لك أستاذ علي. شكرا لك، تشرفت بوجودك ويانا. شكرا. الله يحيي.